تعال هنا. هذا مش صار يا ابني. اخويا مش الحجية خليني طحيني ما شرحش ثمانية عندك ثمانية أربعة أربعة لا لا بعد مناشدات عديدة وكبيرة من قبل أهالي سادة وبعويزة اليوم أشرفنا على توزيع حصة المواد الغذائية لهذه المنطقة مقدمة من منظمة مدخل العراق الصحي بالتعاون مع اليو إن وجلبنا معنا حصة 1000 مواد غذائية لألف عائلة كانت تشمل الزيت والسكر والبقوليات والطحين وكل كافة المستلزمات الغذائية العاجلة وحليب الأطفال استمعنا إلى مشاكل الأهالي ومعاناتهم ومطالبهم لنا إن شاء الله سوف نقوم توفيرها على العجالة من خلال هذا المنبر أتقدم بالإضافة إلى شكري الجزيل والمتواصل لقناة الموصلية لتغطيتها هكذا فعاليات ووجودها في خط الصد ومعنا وبرفقتنا دائما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الفرقة 16 وإلى العميد عباس وإلى القائد المحور الشمالي السيد علي الفريجي على تعاونهم مع النازحين بالإضافة إلى تحريرهم لأهالينا وناسنا في مدينة الموصل إلا أنهم يجودون بما يملكون من حصتهم الشخصية سوى خدمات طبية أو إغاثية أو غذائية عاجلة ليقدمونها للأهالي فبارك الله بهم وأشكرهم مرة ثانية. اسمي هو ماثيو ويلينغهام أعمل لدى منظمة إنسانية تدعى Primitive Love Coalition. نحن شركاء مع منظمة مدخل العراق الصحي موقعنا في بغداد. نحن هنا بدعوة من مجلس قضاء الموصل ويمكنكم الآن رؤية هذه الشاحنة خلفي جاهزة وهي هنا لإيصال المواد الغذائية لأكثر من 1000 عائلة. هذه المنطقة التي نحن فيها محررة بالكاد لكن هناك إطلاقات نار بين الحين والآخر. بالنسبة لنا هذا شيء مميز ومهم ونريد أن نكون من نوع الأشخاص الذين يخدمون الناس في الأماكن التي تحدث فيها حروب. نريد أن نساعد الناس جميعا وهذا شرف لنا أن نكون هنا. نحن نحب أهالي الموصل ونحب الشعب العراقي ونحن جدا ممتنين للجميع وأكرر أنا والمنظمة هنا لخدمة الناس وإيصال المواد الغذائية لهم. تم تأمين الحماية توزيع المساعدات الصحية لمنطقة بعويزة من قبل قطعات لواء المشاة 76 فرقة مشاة 16 قيادة المحور الشمالي. طبعا الجيش يقوم بواجبات كبيرة إضافة لواجباته القتالية وهي تأمين المساعدات الإنسانية لجميع المواطنين اللي يعانون من نقص كبير بالمساعدات، وهذا واجبنا الأساسي اللي هو تأمين الحماية وتوزيع المساعدات إضافة لواجباتنا. والحمد لله والشكر مثل ما تشوفون الأهالي فرحين بالمنظمات الإنسانية وخصوصا منظمة مدخل العراق الصحي اللي قدمت هذه المساعدات، والجهد مشكور من المنظمة المذكورة وجميع المنظمات اللي دخلت المنطقة.